حبيبي الغزالات ديالي الكبيدات. الصراحه ما عنديش غير البنات، عندي حتى الدراري. المهم حبايبي واخوتي، كي راكم مزيان؟ نتمنى يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير، الصحه والسلامه يا ربي، والمورال يكون 5-5. المهم جيتكم اليوم بواحد الفلوغ اللي جديد وزوين وفيه واحد لا سوربريز. اهم حاجه ان الفلوغ فيه واحد لا سوربريز. المهم اول حاجه بغيت نقول، بغيت ندعي مع خويا انس، وبغيتكم كامل لي فان ديالو لي فان الزريقه يدعي لي بالشفاء يعني العاجل يا ربي، والله يعطيه شي وقفه صحيحه يعني كسر من اللي كان فيها. صراحه كلاها، دار واحد لاكسيدون دابا شي 2 جوغ، كلاها في رجليه وكلاها في يديه بجوج. المهم الله يحد الباس، والمكتب ما عندنا ما نديرو يعني، كترجع حتى لاخو كتقول المكتب وصحاب الماطر، والله اخوتي غير بشويه في الطريق، بشويه 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 يعني راه الله يستر. ما تعرف الحاجه كتكون غادي حتى ما كتعرف الحاجه منين كتخرج وكترجع حتى لاخر المطاف وكتقول المكتب. المهم خويا انس كنبغي نقول لك من لاشين ديالي مشكله في ضحك، كنتفكروا شنو الضحك زعما هذوك اصدقاء السوء راهم حنايا. تنبغي نقول لك خويا الله يشافيك، والله الا الله يشافيك والله يعطيك شي وقفه صحيحه يا ربي، وان شاء الله ترجع لينا عاوتاني الضحك والنشاط حسن من اللي كنتي يا ربي. واللي مريض اللي كيتفرج فيا تنبغي نقول لك الله يشافيك اخويا ولا اختي ولا خالتي ولا عمي، والله يخلي لكم صحتكم. المهم باش ما نطولش عليكم، معايا واحد الاخت كتشوف ما نبغيش نطمك، عارف انت ما بغيتش نطول عليكم في التقديم، وما غاديش نقول لكم حتى هاد لا سوبريز شنو هي. المهم لا سوبريز الانس، الانس راكم عارفين حنايا رفقاء السوء تنوقفوا مع بعضياتنا في المحلات ما كنفوتوش بعضياتنا، والله يخلينا ديما مجموعين يا ربي. وانس خونا وعزيز علينا الصراحه، وتا هو تلقاو معنا يعني فيما تنوقفوا عليه تلقاو معنا، داكشي علاش غادي نمشيو عنده هاد النهار. المهم ما نكملش، ما تجروش ليا لساني، اكرام نسكت. اخت اكرام هي جات. المهم خويا انس الله يشافيك، وانا كترجع لينا كيف ما واخا بعدتي علينا بزاف، ماشي مشكل قناه صراحه مولف. مولفين كان ها احنا دغيا عندك كان ورانا ولينا دابا شطو. المهم دابا ولا خصنا نشدو الطريق، ولكن ماشي خساره فيه خونا عزيز علينا، باش لينا نخليوه بوحدو في هاد المحنه اللي هو اصلا فيها. ما ديرش غير داكشي، هذوك راه الماتيريال ديال راجلي غيبدا، ما عرفتش اش غيبدا، انا اليوم غنبدا غدا غنبدا، وقاتك شي هكا فوق الطبله. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، بقاو معنا كملوا لا فيديو باش تعرفوا شنو هي لا سوبريز، وكون بيزوات ليكم باي. فاتي اش كديري؟ ايوا نصايبو الكيكه لانس. عاد خويا انس انا خدامه معاك شتي، جهدي عليك واخا كتقول ليا ما صالحه لوالو، راه بعض المرات تنصلح شي شي. ها نتوما كيكتي، ها نتوما البنات، عرفتي شنو هاد الكيكه غزاله، غير بيضه وحده والله هي كتجي زوينه، كتجي فنه. الا بغيتو نخلي لكم المقادير ديالها في الديسكريبشن بلا ما ندير لكم فيديو، نخلي لكم غير المقادير ساهله وغزاله، واخا هكا صغيره. المهم كتهز غير، انا عندي المول غير مول صغير زعما، ولا بغيتي مول كبير يمكن لك تضعفي تضعفي الاخر، تضعفي المقادير. المول ديالي قدي انا وراجلي قدي انا وراجلي صافي، كتبقاي تزوقي باللي بغيتي. انا كيعجبني نزوقها باللوز ايفيلي والكركاع، الكركاع ما جابش لي سما القرش. ماما اخوتي حنا ما بقالنا والو دابا، صافي انا غادي نلبس كنتقطع بحال فحال بديتي كت بحال بديتي كتلمحي شنو غايا شنو. لا 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 لمحت والو، ما كاين حتى حاجه اويلي، انا لمحت ما كاين حتى حاجه اكرام. انا غنسالي يلا بسلامه، غنسالي هاد الكيكه وغادي نمشي نلبس، وغادي نتلاقاو مع البقيه ديال الجروب وغادي نمشيو كاملين. يلا بقاو معايا. ماما حبيبي حنا غادي دابا، اكرام خليتها كتسد الباب الدراري خرجوا برا باش يتسناوها. المهم اول عنصر الله اكبر كاين مافيوزي راكم شفتوه، ها هو. السلام عليكم الناس زوينين، كاين الشطابة عبدو الملقب الشطابة، تحياتي الله يحفظك. وهنا كاين محبوب الجماهير زماني، ضربي انا وياه الغوش زماني، لاباس عليك؟ نمشي نشوف واحد الميت حشومة، قلت لكم رفقاء السوء طلعوا حنا اصدقاء الحقيقه اليوم. المهم اخوتي حنا غادي دابا غنتحركوا نيشان نديروا الديبا القنيطره، ايوا وبقاو معايا ان شاء الله وتكملوا تكملوا. لا سمحاني اكرم، شكون لبس الاول؟ انت. اه
زعما بغيت نقول لي انت اللي تعنتي مع انت قلتي لي شكون اللي لبس لا خوتي هي اللي لبست الاولى الاحمر لباس هي اللي لبست الاحمر رجع شويه خرج هو لابس الاحمر وانا صايبت لكم الحلوه دوزيني في ستوري انا راه صايب مافيوز داكشي تعرف صايب الحلوه مو شي حاجه علاش خلي لكم فاتي انستغرام ديالو دوز عنده انا اللي صايب جماعة لا ديك كيكتي معروفه ديك كيكتي يا كيكتي خليها تعجبني عشيه قلت لي هاك كوكا عشيه دابا عليا ديما يلا حبيبي نكون معايا ان شاء الله نتمنى وجود هاد البلاصه زوين انس حنا جايين مامي الله وصلنا سكت الضوت تجي بعجاجتك الضوت السلام عليكم حياتي لاباس بطل الزاج صاحبي تواضع مع لي فان ديالي انا خوتي تحياتي لي فان ديال فاتي مرحبا بكم عند فاتي ومرحبا بنا عندكم الله يحفظك ماما خوتي راه وصلنا قبيله وعلي نص ساعه وحنا كنتسناو فهاد مولاي السلطان يجي ويا خوتي راه درت واحد الطريط وراك غنتقلب بشي الله يستر عاد تقلبها الله يستر المهم هاد البلاصه هي فين فهاد الزنقه هادي هاد الزنقه هادي فين ساكن انس بالضبط وحنايا بقينا هنايا ستاسيون الشطابه هنا على ودي زعما ربما يطلب من الشرجم ولا شي الشطابه ربما يطلب من الشرجم يشوفنا ولا شي حاجه لا 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 المهم اخوتي الناس هاد الزنقه هادي كالم حنا درنا ليها الهراج كنا كنغوتو كنا كنهضروا الناس تطلع لنا من السراج المهم هادي هنايا هادي هي دار انس راهي شوكه المهم انا غنشد عليكم واحد الحاجه حصلنا فيها هي ما لقيناش لي فلام هذوك اللي كيتحطوا في الكاطو وما لقيناش هذاك اللي كدير الفرقيعات هذوك المفرقعات ما لقيناهاش دابا عاد انس واش داكش مرض دابا حتى بغيتي تمرض وقتاش الصوت تعطل علينا خلانا هنا حنا ما كاينينش فلا حنا راه قنيطره المهم دابا غادي نمشي انا واكرام باش نشوفوا الله غيدينا مراد المهم الطوطش راه هو مراد الطوطش هو مراد اكرام غنلقاو هذاك المفرقعات المفرقعات يا ربي لقاو عرفتي راه هبط الطوطشي شوف عرفتي شنو خلي لنا هذا الشراجم محلولين غا الله يستر مع الله يحفظ وقف ما لقيش وقفنا ما لقيش اخوتي حلف جاي وي وي يا بلان هاوي بالكم لبس الحمار يا انس اش بغيت لك وكلشي بعيد عليكم يا انس هاويلي الصباح هو تيقلب قال لي سالي مصباح واش يقلب قال لي سالا شوف هذاك لا راه كاين قال لي كاين وحده اخرى هنا المهم احنا احنا جهدنا عليك اخويا انس احنا تنقلبوا على المفرقعات ما بغيناش نحطوا لك الكاطو بلا مفرقعات ضروري نفرقعوك ضروري نفرقعوك واخيرا اخوتي واخيرا انس باش انا فما عرفتش شنو تحرقت بالبحر والله الا تحرقت شو كي وليت شو المهم اخوتي احنا دابا غاديين عند زريقه واسكت الله يعطيك الحس ناري الدوتش هذا في هو كبير وحجمه كبير عاود عليك المهم اخوتي احنا طالعين الدوتش رجعنا في هاد اللحظات فاشي كتوجد الحلوه الدوتش كيشوف الحلوه نستقى ونهرب شطابات يضحك حوالي كل هدف الدنيا وين
شربوا وتي تي انتما خوتي شوفوا شوفوا قال يا فاجي بزقني اختي صامقش بقى وفقع السوء هاتي
حادثه سير مميته وخطيره مع زريقه. زريقه طالقه علينا نايت تشطح كاين والو عشيري انا جا نعرفك لا اخوتي دابا انا ولا ب 50 وجي باغي تدخلوا فابور الدار ولا ما فهمتش ما جيتش حنا اصلا مقاطعون مقاطعون ما تجيبوش لي دانون اللي تليجو عندي جيبوا الشوكولاط بيوه دابا عاود لينا كيفاش طرا عليك الساط دابا خوتي واحد مخط الوالدين ومخط الوالدين مشيت نزيتو من زيد قالت كبيات كبيات تمشي مكفيه وي عادي عافي نقص حافظ ها كلشي قال لي ما نسيت الشارجور هبطنا لهذو الشارجور وجا على طريق مهدي قلت لها نمشيو من طريق مهدي ونهبط على سيد طيب عمي لو داك طريق في حياتي دايره غادي هابط لهبط هابط بامو ماشي شي مكسير شي كوكش مكسير داو دابا نقول ماشي مشكل انا دابا شباب هابط بامو وقف الطالوب اللي عطات الحق الاسبق يا رون بوج نشد ليمن حتى واحد الحفه خارج الجميط وعلى فين على الشانطي الشانطي في الجميط هي جات هنايا هذيك كاع ما شافها لا دابا نعطي لهم الصويغ شاف المونتاج شوف مع تنخرج مع تنضرب فيها انا في الاول مسحبت لي حفات تلقى في تضربت بالنص بحال الجنون ما يفهمش شنو غادي يضرب شي جن قدك غادي يضرب اخوتي وهذاك اللي كان معايا بقى ناعس على وجليا والموطا فوق وجليا عرفت شنو وجليا تحل باغي فوق واش تسالي ديك الزرقاء دابا كنت انا وياك وكان الاحساس ناعس عرفت شكون انا طالع وكزلق ما يبقى غادي عرفت شي بحال شي سبيدر مان غادي هو تيمشي في السمان غادي فلاد فوق غادي يزلق ونحبس قلت له نو 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 تنشوف بحالكم وانا نشوف ديك الحفونه نسخه حاجه خوتي صافي وفخت والعافي شعل فيه فاش نتبنت لي عادي قلت واخا داك ماشي مشكل كنت نكملت لك وما جاوش واحد الدقيقه قالوا لي يلا خصك تمشي للسبيطار كذا كنت نكملت جيت للدار الموت نهار الاول تخيلوا دابا عباد الله فاش يضربوا تيبقى غادي نجيب انا غادي نموت نهار الاول تنتمشى نهار الثاني وليت تنجرى نهار الثالث مابقاش تنوض نوضاتني امي ونطيح ونسخه هذوك نوبي انا الفلوس اللي كانت سالف مباشره علاش جبت لك 131 درهم 100 وحيدها 31 درهم كاين ياو حيدها اخوتي والله شاف الماك تلقى والديكم اخوتي وحق الله عرفتي مسكينه الوالده وقفات معايا واحد الوقفه وحنا اللي جبنا لك حلوه العيد ميلاد وانت جيتي زعما اللي غيقابلك ولا كذا انا اللي جيت عندك شوف الا تزوجتي ان شاء الله في مرتك وحق الله حيت هي اللي غادي تقابلك ما اللي فيها والا كان انت باقي مع والديك ان شاء الله في والديك حيت لك تمشي تخط والديك وما كانوش يحملوك شو ماتي والله يزيدها مرضات وخا الله كل ما دير والدي حيت والله شي فاش مات مسكينه بالليل تنفيق قبل ما نبغي نعيط تلقاها مسكينه وصلات وحق الله لو اصحابكم وفقاء السوء فاش ديو كثير ما تقولوهاش ليهم غيجيو غيمرتوكم اخوتي هز الطبله ولوحه هز هز ضرب 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 شيلوا عليه شيلوا عليها لا 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 عمرو صار عمرو ناض جينا حنا ننوضوه لا ما عندك ندير نجلس ما تجلس ضوي ضوي هنا بلاص بلاص ما كاينش عندي شدو غادي ضوي جيتي ضوي جيتي اخيرا اخيرا قلت عارف راه ما يود الحمقى شبغيتي فلامه شويتي فلامه شو تجي نقتل يا خوتي كاين قتلك شو بغيتي دير فلامه باش خطوي تي دوب هذاك الشيء بغيتي دير فلامه غنشعلها تشعلها المهم صار الزمن للناس تسليم دوت
جيبي شي ليفون شي ليفون الدري مريض وباغي يشعلها مرت وباغي يشعلها باقي عطى هذاك الشيء من رجلو وباغي يشعل ها هو جبتو ليه باش غيشبك لا غندير ليه هاه طاب غيعاونو باش يشبك ضروري هو حنا اللي ما تعاوناش على الخساره وعلى المشاكل ما تنكون ما كان والو هاد لحظات زريقه لاحا ويلي 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 زريقه كان يقتل لينا واحد انسان كان غيقتل لينا بنادم هاد لحظات انتم اخوتي في الله الراجل كان غادي بحال هكا وانا اخو انا نساو ما يكلعش مو زريقه غنلوحو زريقه غنلوحو حال جديد احسن جديد 2000 دابا لي فان ديالك وعرفوا شي كل جديد ديال زريقه كان غيكون في هاد السيمانه في الحب الحب قلت له اليوم 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 الثلاثاء اليوم كان غادي يصور معايا الفان ديال الحب كان غادي يصور معايا الفيلم ديال سنين عصبتوني شيت كامل حيت شعلنا فلامه ولعبنا معاكم شويه عصبتوني ما عرفتش كنتي غتغشنا داكشي كله هاي خاتي خاتي جيجي نقص منكم يا نشوف حالنا نمشيو بحالنا صافي باي باي صبت على الناس جينا بغينا غير نتفرجوا على الحاجة اليوم غيجيو مسخينة يا لالا مسخينة مجمعية مسخينة زريقه غنتوحشك غنمشي فحالي باي 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 اخويا زريقه وين عندي درك والو ابعد منا اخويا اللي فاجي نودي واجلك نودي واجلك اخشي نودي يلا قول باي باي الكاميرا باي باي اناس كلشي قولشي كلمه للمتابعين اللي مساكن لقاوتي يسولوا فيك الله يشافيكم الله يشافيني والله يزيدو والله يهنيكم وشكرا لكم الله يفيو لكم ودعيو مع اخوكم يلا باي باي بسلامه كلشي فيكم دي عاود شي بيز اخرى تعرفش عاود نضوب هنا دي